السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو نتاع اليوم غادي تشوفوا كيفاش طيبنا الشخشوخ اللي حضرناه في الفيديو السابق، وغادي تشوفوا أيضا كيفية تحضير المرقة نتاعو وكيفاش الخضر تحافظ على الشكل نتاعها. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. هذا هو الشخشوخ اللي حضرناه في الفيديو السابق بالتفصيل، غادي نوضع لكم الرابط نتاعه في اخر هذا الفيديو بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شافوش طريقه تحضيره. وهذا الشخشوخ حضرته في نفس اليوم، يعني من صنعته وتحصلت عليه طيبته مباشره. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها بالتقريب 600 غرام. اضفت لها 3 ملاعق كبار نتاع الزيت وغادي نخلطوا جيدا. هنايا اضفت الزيت باش من بعد مين يفور هذوك الحبيبات ما يتلاصقوش مع بعضهم بعض. من بعد غادي نوضعوه في الكسكاس، وماذا بكم ايضا الكسكاس تدهنوه بشويه زيت باش هذاك الشخشوخ ما يلصقش، وغادي نفوروه للمره الاولى. يعني الشخشوخ كيكون جديد تفوروه 3 مرات. هذه المره الاولى نوضعوه فوق قدر يكون فيه الماء يغلي، ومادا بكم لا شفتوا هذاك البخار يخرج في هذيك الفتحه، انا غلقتها بالبلاستيك غذائي. هنا كي تشوفوه يفور خلوه واحد الدقيقه هكا وهذاك البخار يخرج منه باش الشخشوخ يطيب لكم. بعد غادي تنزعوه من القدر، وغادي نضيف له شويه ملح، لان في العجينه ما اضفت بزاف تاع الملح، لكن لا وضعت الكميه اللازمه تاع الملح في العجينه في هذه المرحله ما تضيفوش الملح. واضفت ايضا ملعقه كبيره نتاع الزيت، وغادي نبردوه بالماء. الماء اللي استعملته دافي باش هكاك الشخشوخ يمتصه ويولي لنا طري. من بعد غادي نخلطوه جيدا حتى يتشرب هذاك الماء. والكميه تاع الماء اللي اضفتها هي 250 مللت، يمكن تتغير على حسب النوعيه تاع السمين اللي استعملته. غادي تقعدوا هنايا تخلطوا مره على مره، ما لازمش من تحطوا الماء تخلوه مباشره في القصعه، لازم تخلطوه لان الماء يهبط للاسفل، وغادي فقط هذاك الشخشوخ اللي جاي في الاسفل غادي يشرب لكم الماء. يعني نفس الطريقه نتاع الكسكس او نتاع بركوكس، تقعدوا تخلطوا فيه، بعد تخلوه يبرد تماما حتى يجف، ونعاودوا نفوروه للمره الثانيه كما راكم تلاحظوا في الصوره. عاود رجعته في الكسكاس، وغادي نوضعه فوق القدر وين الماء يكون يغلي. من بعد تخلوه حتى يفور على هذا الشكل، تشوفوا هكا البخار يخرج منه بكثره، حسبوا دقيقه ونحوه من القدر. من بعد تنزعوه وتوضعوه في القصعه، وهنا غادي نزيد ايضا كميه تاع الماء. اضفت 250 مللت ماء يكون دافي، من بعد نقلبوا هكا في القصعه. كما لاحظتوا انايا الماء نوضعه من يكون الشخشوخ في الكسكاس، يعني مثل ما نعمل في الطعام، علاش باش هكا يتشمخ مليح ومن بعد ينزل لكم كامل. من بعد هنا ايضا تقعدوه تحركوا فيه جيدا حتى يتشرب هذاك الماء وتخلوه يبرد مليح. من بعد غادي نفوروه للمره الثالثه والاخيره. هنايا راه نشف، غادي نجيب الكسكاس ونملؤوه، والقدر راه فوق النار، الماء راه يغلي فيه، ونفوروه للمره الثالثه. هنا كما راكم تلاحظوا البخار راه يخرج بكميه كبيره، خليته دقيقه ايضا. وهنا في القصعه راني واضعه ملعقه كبيره نتاع زبده او مارغارين مع ملعقه كبيره نتاع السمن، والكميه تاع الزبده والسمن اختياريه. تقدروا ايضا توضعوا له زيت الزيتون. من بعد هنايا الشخشوخ وضعته فوق هذيك الزبده، وغادي نخلطو جيدا وهو ساخن باش هذيك الزبده تذوب. والمرقه نتاعو راهي وجدت، يعني طيبتها مي كنت نطيب الشخشوخ. غادي تشوفوا الطريقه. هنايا في لاكوكوت مينوت راني واضعه الزيت مع قطع تاع لحم دجاج، تقدروا توضعوا اي نوعيه تاع لحم مع شويه ملح، خليتهم حتى تقلاو مليح. بعد اضفت لهم زوج بصل مقطعين الى شرائح. من بعد اضفت الفلفل الاسود والقرفه، واضفت ايضا الفلفل الاحمر الحار بابريكا المجفف. تقدروا توضعوا الطازج. بعد غادي تخلطوهم قليلا وتغطوا القدر وتخلوا هذاك البصل على نار هاديه ولا متوسطه حتى تشوفوه تكرمل وداب. البصل من يتكرمل يعطي بنه مليحه في المرقه. هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما البصل داب غادي نضيفوا الجزر. اضفت قطعه واحده مقطعه الى قطع صغيره، وايضا طماطم زوج حبات كبار رابيتهم، وغادي هنايا نخلطو. من بعد غادي نوضعو الماء، والماء كما راكم تلاحظوا راه يغلي، يعني نوضعوه وهو ساخن. هنا غطيتهم خليتهم غير دقيقه ولا تنين يتقلاو. بعد اضفت البطاطا والقرعه الخضراء، وهنا غادي نضيفو الماء،
والماء ما لازمش تكتروا بزاف. انا يا عمرت فقط التوت نتاع لا كوكوت مينوت، لان لا كوكوت مينوت ما يتبخرش منها بزاف الماء، ولا كوكوت مينوت هي اللي تخلي لكم الخضره تحافظ على الشكل نتاعها. كما راكم تلاحظوا هنا في الصوره، هذاك الحمص راني مطيباته من قبل، راني وضعت له شويه مرقه، وغادي نخليه فوق النار يغلي واحد الدقيقه غير باش يمتص مليح هذيك المرقه. من يغلي هذيك الدقيقه نطفي على النار ونغطيه ونخليه. ولا كوكوت مينوت طفيت عليها، ومده الطهي في لا كوكوت مينوت اللي استعملتها، من تبدا هذيك الصفاره تصفر نقص على النار ونخليها 15 دقيقه، والخضره تكون طابت واللحم كذلك. من بعد غادي نصفي هذيك المرقه فوق الحمص ونفصل الخضار وايضا اللحم. بالنسبه للتقديم، هنايا نوضع الشخشوخ في صحن التقديم، من بعد تزينوه بقطع تاع اللحم والخضار. وكما غادي تلاحظوا الخضار محافظه على الشكل نتاعها، لان لا كوكوت مينوت من مده الطهي قصيره ما غاديش تعطي الوقت للخضره باش تفتت لكم. وكما راكم تلاحظوا هنايا راني نوضع الحمص والمرقه من الفوق، والكميه تاع المرقه اختياريه على حساب الذوق نتاع العائله، كاين اللي يبغيه مشمخ بزاف وكاين اللي يبغيه ناشف. وشهية طيبة. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، اللي هو تكملة نتاع الفيديو السابق. إن شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.